مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير وجبة سريعة ب5 دقايق. وجبة المعكرونة بالصوص الابيض. عنا معكرونة، كوب حليب، 3 معالق صغار زبدة، زيت نباتي، 2 ملاعق صغار طحين، 1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود، 1/2 ملعقة صغيرة ملح، بصل صغيرة مقطعة بهيدا الشكل، فليفلة حلوة مقطعة كمان بهيدا الشكل، جزر وذرة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط زيت نباتي بالطنجرة، كمان بحط البصلة وبقليهم على الغاز. بسلت البصلة بهيدا الشكل، هلأ بحط الخضرة كمان وبقليها. بقليهم لتستوي الخضرة. هلا بس استوت الخضرة بحطهم على جنب. هلا بدنا نعمل صوص البشاميل. حط الزبدة، بس جابت الزبدة هلا بحط الطين، كمان بخلطهم مع بعض. بس تخلط منيح بهيدا الشكل مع بعض. هلا بحط فوقن الحليب. بسم الله. كمان بحركن مع بعض. راح استعمل ملعقة افضل. بنحرك تحريك سريع عشان ما يكتل الطحين. بس صار البشاميل بهيدي السماكة، هلأ بحط فوق البهارات والملح، كمان بحرك مع بعض. بحط الخضرة، بحركن على الغاز، بحركن منيح بهيدا الشكل. هلا بحط فوقن المعكروني، بنحط المعكروني فوق الصوص. بسم الله. طريقة كتير سهلة وسريعة. بنحركن مع بعض. وهيدي الوجبة صارت جاهزة للتقديم. هيدي وجبة المعكرونة بالبشاميل اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.